السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راح نعملوا وصفة تجي بنينة، تجي اكثر من رائعة، ان شاء الله تعجبكم. بسم الله، عندي هنايا كاس تاع الزيت، كاس تاع سمن ولا زبدة كيما تحبوا نتوما. انا هنا عبرت بالكاس، هذا الكاس يرفد 200 مليلتر. عندي هنا كاس تاع الحليب ناقص اصبع، راح نكملوا ماء الزهر هكذا بهذه الطريقه. نحطه هنايا الحليب، ما ديروش بارد باش ما يجمدناش يعني السمن ولا الزبده. قرصه الملح، لافاني. نقول لكم باللي الملح ما ديروش قرصه، ديروا نص مغرف صغيره. هذا الكاطو يحب شويه تاع الملح باش ما يجيناش صامط. نخلطوا الكاس تاع الزيت مع الكاس تاع الحليب مع الكاس تاع خليط بين حليب وشويه تاع ماء زهر هكذا حتى نحسوا القوام يعني بيضنا. ورجع بهذه الطريقه. نبدا نحط في الفارينه، عندي الكاس الاول تاع الفارينه، الكاس الثاني والثالث والرابع. هنا الكاس الخامس نحطه قدامي ونشوف على حسب واش يخصني. نبدا نجمع فيه بهذه الطريقه غير بريسانس باتينا، ما نعجنوهاش بزاف هاد لاباط هكذا. انا هنا نشوف فيها بلي مازال يخصها بزاف، يعني مازالت خفيفه. ونقول لكم ما ديروش عبار كبير بزاف، هاد لاباط تقطع يعني كميه لبس بها حوالي 40 حبه غير بالكاس. ولا كنتم مسحقين كونتيتي كبيره عبروا بحاجه ما كبر من هذه. هنا كملت الكاس الخامس. هاد لاباط تكون عاديه، يعني ما هيش طريه بزاف وما هيش يابسه، بصح تجي بزاف بزاف بنينه. هاليك هنا وريت لكم القوام، يعني مازال يخص. الكاس السادس نبدا نضيف فيه بلاقل بلاقل ونشوف اذا خصتني نزيد. ما نتسرعش في الفارينه، كاين بزاف انواع تاع فارينه يتبدلوا من وحده لاخرى. هنا مانيش يعني نعجن، راني يعني نطم برك هكذا. هاكو تشوفوا فيا يعني نزيد الفارينه بالعقل. خلاص هنايا راهي واجده. شوفوا شحال بقى لي من الكاس السادس، بقى لي شويه برك. هاي ليك وريت لكم القوام تاع لاباط، تبان لكم في الاول شغل مفته ماشي شابه، يعني ماهيش ليس. نقول لكم عادي خلوها فقط تريح. انا هنا رايحه نوزنها وزن حوالي 28 غرام، وزنتهاكم 28 غرام. اللي ما عندهاش الميزان دير عينها هي ميزانها، تكورها وتخليها تريح حوالي زوج سوايع في الفريزر قبل ما تخدموا بها باش تسهل عليكم الخدمه. فوالا نوزنها كامل ونخليها. نجز العقده اللي حنخدمها بالكاوكاو. عندي هنايا كاوكاو محمص، يعني محمص تحميصه خفيفه برك، نشفوه برك في المقله. حطيت زوج كيسان وهذا الثالث. عندي لافاني، وعندي اقل من النصف تاع السكر، الربع. فوالا حوالي 3 مغارف تاع اكل بثلاثة كيسان تاع يعني كاوكاو محمص ومطحون. عندي في الاول نبدا نجمعها بالبيض، ما نجمعهاش بالماء زهر باش ما تخرجليش. والحبه الثانيه نحطها قدامي اذا خصني نزيد. انا هنا الحبه الاولانيه كانت ما جمعتليش، رايحه نبدا نضيف في الحبه الثانيه بالعقل. ما تزربوش في البيض، طموا بالعقل على قد ما تعجنوها على قد ما تطرى هكذا. نعجنوها مليح ونخلوها يعني ترتاح مع العجينه. كيما خلينا العجينه تريح نزيدو نخلوها هي ثاني تريح. هاد الوصفه قديمه بزاف، دوك بالك تشوفوها تفكروها. هنا خلاص كانت رجعت لي طريه كيف كيف. وزنت العقده يعني حوالي 13 غرام. نوزنوها كامل هكا ونحطوها ونخلوها تريح هي ولاباط يعني حوالي زوج سوايع في الثلاجه، ونبداو نخدمو بها. هنا رايحين نجوزو للتشكيل. اكيد بعد ما ريحت وبردت لي مليح العقده هكذا نفتح لاباط. هاد التشكيل تاع هاد الكاطو ساهل، نفتحها كيما نجي باش ندير تشارك مسكر.
العقدة هذه كيف كيف نفتحها على قد لاباط هكذا، ندورها على العقدة العجينة، نغلقها مع الأطراف، نزيد نغلقها من ومن أكيد هكذا، ونشد الموس ونقطعها بهذه الطريقة، نقطعها من ومن عاي تبان لكم يعني الطريقة كيفاش. فوالا من ومن عادي، نشد بياض البيض، نحط قطرة من وشوية شوية برك بالبانسو، ونجمع الأطراف بهذه الطريقة. فوالا هاي ليك الشكل تاعها، يجي بزاف شباب، تجي بزاف بزاف بنينة. هنا عندي فقط شوية تاع لوز حطيتها في بياض البيض وحطيتها كتزيين، ونحطهم في سنيوة. راح نزيد لكم يعني باش تشوفوها. نفتح لاباط، تحبوا بالحلال تحبوا بيدكم. العقدة هذيك نحطها هكذا يعني من الطرف حتى الطرف، نفتحها قد لاباط، نغلق عليها، نخلي غير هذوك شوية من ومن باش نغلق عليها هكذا. فوالا هنا هاي ليك علاش سميناها حلوة المقص. فوالا كنت وريت لكم هنايا، كنا زمان نخدموها بالمقص، نقطعوها من ومن بالمقص، ما نستخدموش الموس. لي عندها المقص تاع الكوزينه انا ما عنديش، لهذا ما حبيتش نستخدم المقص. راكو عارفين يعني باش نشري راهم غالقين. فوالا قطعوها من ومن بالمقص، تجيكم اسهل من الموس. على هذه كانوا يسموها حلوة المقص، ومن طول تشكل هذ الزوج عينين كيما يعني اليدين تاع المقص اللي ندخلو فيهم صبعتنا لداخل. هذه علاش سموها حلوة معسلة بالمقص، حلوة المقص. فوالا هنا راح نزيد لكم واحدة اخرى باش تشوفوا كيفاه. على بالي كاين اللي تبان لهم صعيبه، هي اسهل منها ما كاش، خاصه لو كان عندكم مقص في الدار، مقص اللي ما فين نخدموا به في الكوزينه. لووها بهذه الطريقه وقطعوها من ومن بالمقص، اسهل المقص يعني ما يشدش اليد. انا من زمان هاد الكاطو نخدمه بالمقص، وكيما قلت لكم على غالب كانت تكسر لي اللي عندي هكذا. يعني في عوض تفتحوا بالموس، شوفوا كيفاه المقص يعني تمشوه على ضربه واحده هكذا، ولصقوها من ومن بياض البيض كيما لصقنا الاخرين. هنا ما نروحوش مباشره نطيبوها، نخلوها حوالي تريح ساعه باش تحافظ على الشكل تاعها. اللي ما عندهاش تقدر تخليها 30 دقيقه في السنيوه بعد التشكيل، من بعد تشعل لها الفرن على 180 درجه حتى تتحمر اكيد من الفوق ومن التحت. تزيين اللي ما عندهاش اللوز تقدر دير لها كاوكاو، ولا ما دير لهاش عادي. نغيروا شويه من الحلويات الجافه، شويه نديروا حاجه معسله، شويه نبدلوا. فوالا هنا كنت حطيتها كامل في سنيوه، هاي ليك، خليتها ريحت ودخلتها طيب حتى احمرت لي. بعد ما طاب الكاطو عندي كميه تاع العسل. الحين تسقسوني تقولوا لي والكاطو هاوليك سخون، الحين تسقسوني تقولوا لي اذا نقدروا نديروا شويه سكر لداخل لاباط وما نديروا لهاش العسل، نقول لكم لا لا، هذا الكاطو لازم له العسل باش يجي بنين ويدخلوا لداخل. عندي ثلاث مغارف تاع ما زهر، انا فاضولي درت زوج ما حبيتش ندير ثلاثه. راكو تعرفوا احنا دائما الحاجه تزربنا كي نكونوا نخدموا بها. ندخلوهم في العسل، نخلوهم حوالي 10 دقائق، نخلوهم يتشربوا مليح العسل. هاد الكاطو يجي يذوب في الفم مع فنجالات يجي ولا اروع. انا هاي ليك انا كنت نزلت لها فقط شويه تاع عقاش وحطيتها في الكيسات. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وتخلوا لي رايكم كيما دائما، وتخلوا لي تطبيقاتكم في الجروب اللي بزبزف يفرحوني. هاوليك الكاطو يجي بزاف 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 بنين. حرق سم لكم هنا باش تشوفوه. فوالا شوفوا القوام تاعو، يعني تجي هذيك العقده لداخل طريه، يعني تجي كيما مقروط اللوز، تجي اكثر من رائعه. حبيباتي في اخر الفيديو نتمنى ان شاء الله كل ما نحط لكم فيديو نصيبكم ملاح ولاباس عليكم، ملاقات الخير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.